الإحسان. قولوا معنا يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألف مرحبا بكم دائما في قناتكم الطبخ سماء أسماء. بحال اللي شفتوا معايا في الصورة الأولية، فاليوم إن شاء الله غادي نحضروا بريوش صغيور على شكل يعني فردي مالح إن شاء الله. وصفة جد سهلة وبسيطة بحال اللي كتشوفوا معايا. غادي ندوز مباشرة أنني نصاوب العجينة ديال البريوش في الإناء ديال يعني فاش غنعجنو أولا في البول ديال الشانة اللي متوفرين عليها بطبيعة الحال. كنديروا الحليب دافي تقريبا 125 مليلتر ديال الحليب دافي، راه لائحه المقادير غنخليها لكم لتحت في اسفل الفيديو. عندي هنا نص كاس ديال الزيت مخلطه زيت الزيتون مع الزيت العاديه يعني تقريبا واحد 60 مليلتر. غادي نخلط هذا الزيت والحليب مزيان. غادي ندوز نضيف نص معلقه صغيره ديال السكر، نص معلقه صغيره ديال الملحه، ثم نخلطها شويه شويه ماشي بزاف. ثم غادي نضيف 250 غرام ديال الطحين مع 12 غرام ديال الخميره ديال الخبز طريه. وهنا ما بقى لي غير ندوز نعجن هاد العناصر هادو كاملين سواء باليد اولا بالعجانه الكهربائيه حتى يعني العجينه كتنفصل لي على البول. دابا غنوريكم غادي تشوفوا النتيجه من بعد كيفاش غادي تكون لنا العجينه ان شاء الله. استمرنا في العجن، العجينه المحصله عليها هي هذه عجينه يعني اللي ما كتلصقناش في اليد ديالنا بحال اللي كتشوفوا. غنديرها في البول نغطي عليها ونخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها. ففي هذه الاثناء هذه على بالنا هذيك العجينه ديالنا خليناها تخمر، فغادي ندوزوا للحشوه. الحشوه جد سهله وبسيطه ولان المذاق ديالها هائل رائع جدا اكثريه يعني في النوع هذا ديال البريوش. نتمنى ان شاء الله انكم تشربوا لان يعني صراحه كتستحق التجربه. فبالنسبه للحشوه اول حاجه بديت بها هي البصله مشلطه بحال هكا، غادي نشحرها مزيان. من بعد ما كتشحر لنا هذيك البصله مزيان غادي ندوزو نضيفو الخضر. عندي هنايا الخيزو اولا الجزر المحكوك، وغادي نضيف كذلك القرعه محكوكه. القرعه قشرتها يعني غير شويه ماشي مقشره كامله. من بعد ما تشحرات لي الخضر مزيان وكيهبطو على هاد الشكل هذا بحال اللي كتشوفو معايا، حتى دابا غادي ندوز نضيف هنايا الكبده ديال الدجاج اللي قطعتها هكا صغيره على هاد الشكل هذا، وغادي نخليها كتقلى مزيان. بعد ملي كنحسو بالكبده ديال الدجاج طابت فكنضيف التوابل. عندي الملحه البزار اولا الفلفل الاسود، شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون. غادي نضيف شويه كذلك تقريبا ما يعادل واحد المعلقه كبيره ديال فلفل الصوجا، واحد شويه بحال هكا معلقه صغيره ديال الهريسه يعني كتبقى اختياريه، ونخلط حتى ينتجمو العناصر كاملين. هنا طفيت على الحشوه ديالي، طفيت عليها النار وغادي نضيف عليها خارج النار غنضيف عليها شويه ديال المعدنوس مفروم ونخلط. وغادي نخلي هذه الحشوه هذه حتى تبرد تماما قبل ما نستعملها باش نعمر البريوش ديالي. العجينه ديالي ديال البريوش من بعد ما خمرت وضعف الحجم ديالها كتولي على الشكل هذا. نديرها دابا فوق سطح العمل وغادي نشكل منها واحد تقريبا واحد 7 حتى 8 الكويرات. شكلت بهذه الكميه هذه اللي خرجت لي انايا 7 بالضبط. غادي ندوز دابا غادي نشد كل كويره وغادي نسرحها على شكل مستطيل. فمن بعد ما شكلت العجينه ديالي على شكل مستطيل بحال اللي كتشوفوا معايا هنا، غادي ناخذ الحشوه ديالي اللي بطبيعه الحال ضروري نكون خليتها كتبرد مزيان. ومن بعد هنايا الفوق غادي نجي وغادي ندير خطوط على هذا الشكل. ممكن تصوبوها كذلك بالقطعة ديال البيتزا. ثم من بعد غادي نجي وغادي نلوي على هذا الشكل هذا بحال اللي كتشوفوا معايا. من بعد غادي نلويها على نفسها على هذا الشكل هذا. نحاولوا نديروا لها هذا الجزء هذا هكا نلصقوه باش ما تحلناش. وغادي نشد واحد الزيتونه كحله وغادي نديرها بحال هكا في الوسط. فبحال اللي كتشوفوا معايا فكملت بنفس الطريقه. كندير دائما ديك الزيتونه اما زيتونه كامله اولا نصف ديال الزيتونه السوداء كنستفهم هنايا في هاد القوالب هادو ديال المافينز اللي دهنتهم من قبل بالزبده. غادي نغطي نخليهم يرتاحوا واحد شويه واحد ربع ساعه بحال هكا غير باش يتعاودوا يخمروا. ومن بعد عاد ندوزو لعمليات الطهي ان شاء الله. فبعد ما خلينا البريوش ديالنا خمر واحد شويه كناخذ واحد الاصفر ديال البيضه مطرب مع شويه ديال القطرات يعني واحد القطرات ديال الخل، وغادي ندهن هذا البريوش ديالي ندخلو الفران يكون مسخن على درجه حراره متوسطه 180 درجه تقريبا حتى يطيبو ويتحمروا ونقدمهم ان شاء الله بالصحه والراحه.
البريوش ديالنا بعد ما كيطيب بحال اللي كتشوفوا كيطيب كياخذ واحد اللون بحال هكا محمر، كنحيدو كان صافي كنخرجوه من الفران، كنحيدو من ديك الصفيحه ديال المافينز اللي كنت وريتكم، وكنقدموه سخون بالصحه والراحه. وصفه جد جد سهله وبسيطه، ولكن النتيجه ديالها رائعه سواء في المنظر او في المذاق. نتمنى ان هذه الوصفه تكون نالت اعجابكم وانكم تجربوها. اي تساؤل عندكم او استفسار او اقتراح مرحبا، خليوه لتحت في التعليقات ديالكم. ما تنساوش ديروا جيم للفيديو اذا عجبكم، تبارطاجيو كذلك تشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر اشتراك او صابوني. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. على الايات والذكر وفي فيض من العطر، هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر، هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير، يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري، جمالا مشرقا يسري. تراويح ومغفرة تجود عليك بال